إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان يأتيكم مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا، ويعاد الأحد عند الحادية عشرة صباحا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أضواء البيان، وفيه نعرض إلى أهمية اللغة العربية في المجتمع. نتواصل وإياكم في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني محمد القرني ومن أخي ياسر الثقفي من الإخراج. كذلك يسرنا ويطيب لنا دائما في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة، وأستاذ علمي القراءات والتفسير بجامعة أم القرى وخطيب جامع الزايدي في مكة المكرمة، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم شيخ عبد العزيز وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا المستمعين. بكم حياكم الله. إخوتنا الكرام، كذلك سوف تستمعون إلى أرقام التواصل، ومن خلال هذه الأرقام نستقبل مشاركاتكم المباشرة في ثنايا هذه الحلقة. أضواء البيان. نداء الإسلام خير نداء وصوت. تواصلوا معنا على الأرقام التالية 012-647-7117 أو 012-649-3028، وعبر تطبيق الواتساب 05-00-422-121. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة. إن شاء الله بدءا أيضا من هذه الحلقة سوف نأتي على سورة الحجرات وما في هذه السورة من الآيات والعظات، كذلك الشيخ عبد العزيز. نعم كذلك بإذن الله. إذا نستمع إلى هذه التلاوة والآيات الثلاث الأول من هذه السورة من تسجيلات قارئنا وشيخنا في هذه الحلقة الشيخ عبد العزيز. نستمع. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم.
إذن كانت هذه هي الآيات التي سوف إن شاء الله نقف عليها في هذه الحلقة. تفضل الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. هذه سورة الحجرات، وهي أول سورة في المفصل على أحد القولين، لأن هنالك من يقول المفصل يبدأ من سورة قاف، ولكن أخذنا بهذا حتى يشمل القولين. وأيضا اخترنا المفصل مع أن هنالك مقترحات كثيرة، بعضهم يقترح سورة النساء، وبعضهم اقترح سورة الكهف، وآخرون اقترحوا سورة يوسف، ومن الناس من قال سور المفصل، ورأينا أن هذا هو الأوفق، لأن هذه السور تتكرر في الصلوات، في صلاة الفجر والصلوات الأخرى، ولأن الذين يحفظون القرآن يبدأون بقصار السور بالمفصل، يعني من قصاره إلى أواسطه إلى السور الطوال من المفصل. طيب صحيح. نعم، والمفصل يبدأ من هذه السورة ومن سورة قاف، وهو عند العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هنالك ما هو من طوال المفصل من أول سورة الحجرات أو قاف إلى سورة عبس، ومن سورة عبس إلى الضحى، هذا من أواسطه، ومن الضحى إلى آخره، هذا قصار المفصل. وهنالك أقوال أخرى في الأوسط، وفي بعضهم يجعل الأوسط إلى الأواسط إلى لم يكن الذين كفروا. وعلى كل حال هذا هو المفصل، لأن القرآن منه ما هو ما فيه السبع الطوال أو الطول، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه ست، والسابعة الأنفال مع التوبة لأنهما كالسورة الواحدة. وثم يأتي بعد ذلك المئين، وهي ما كان عدد آياتها 100 أو أكثر، ولا تكون من هذه السبع. ويأتي بعد ذلك المثاني، وهي ما دون ذلك، ثم بعد ذلك المفصل. نعم، وهذا مفصل لأنها فصلت كل سورة، يعني كثر التفصيل أو الفصل بين السورة والسورة بالبسملة، وفصلت أيضا لأن آياتها في المعظم قصار، والله أعلم. وهذا التقسيم تقسيم للصحابة، يعني هم الذين قسموا ذلك، هم الذين قالوا المفصل والمئين. وورد طبعا في الطول، يعني ورد في الحديث في تسميتها الطول، الطول إذا قلنا الطول فبالضم، وإذا قلنا الطوال فبالكسر. طيب، هذه السورة سورة الحجرات، يقال لها أيضا سورة الآداب، سورة الآداب لما تشتمل عليه من آداب، ويقال لها أيضا سورة الأخلاق لأنها اشتملت على أخلاق كثيرة، وهي في الحقيقة مفزع للناس الذين يعانون من مشكلات بينهم، المشكلات التي تكون بين الناس الاجتماعية وما فوق الاجتماعية، حتى المشكلات الدولية أيضا تحلها هذه السورة. لهذا قال بعض الناس، ولا أدري من القائل، إن الاختلافات التي تكون بين الناس إما أن تكون مقاصد لم تفهم، وإما أن تكون مفاهيم لم تقصد. صحيح. نعم، المقاصد التي لم تفهم هذه حلها في أن الإنسان يتثبت في هذه المقاصد،
وجاء في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وسنأتي إلى شرح هذه الآية والمفاهيم التي لم تقصد فيما يتعلق بسوء الظن، وهذا قد حلته هذه السورة، وقال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالحل إذن ألا نسيء الظن. والسورة جمعت الآداب بأنواعها: الأدب مع الله، والأدب مع رسوله، والأدب أيضا مع الأخبار التي ترد. ما هي الآداب التي يجب أن نعمل بها في استقبال هذه الأخبار، والآداب التي تكون حتى بين الفئتين المقتتلتين من المؤمنين. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهنالك أيضا هنالك آداب نعمل بها. وقال الله في آخر السياق: إنما المؤمنون إخوة. وكذلك الآداب أيضا في الهمز واللمز والسخرية والتنابز بالألقاب وهذه الأشياء نهينا عنها، فالامتثال بها هو أدب من الآداب. وكذلك اجتناب الظن واجتناب الغيبة وما ورد في ذلك كذلك، والتعارف أيضا من الآداب الذي جاء في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كذلك الأدب حتى في الدعوة، كما ادعت العرب أنهم آمنوا فقال لهم: لا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وكذلك في دعوة أن الإنسان إذا أسلم فإنه يفخر بذلك أو يمن على الله تعالى بذلك، فمن الأدب لا يمن، بل الأدب أن يشكر الله تعالى إذ من عليه بالإسلام. صحيح. واختتمت السورة بأن الله تعالى بصير بما يعملون. نعم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه أقوالهم ولا أفعالهم، وهذه الأشياء التي ذكرت كلها تحتاج إلى البصر وهو الرؤية، وكلها حركات ظاهرة. كلها الأدب مع النبي وما أدب مع الله ومع رسوله هو بالفعل أو بالقول، وكذلك في الأشياء الأخرى التي ذكرناها. حتى الظن إذا وقع في قلب الإنسان وكان مجرد ظن فإنه لا يؤاخذ عليه حتى يحقق. فإن كان مجرد ظن في نفسه ولم يبني عليه شيئا ولم يرتب عليه شيئا فإنه لا يؤاخذ به، إنما يؤاخذ على العمل. والإسلام يقول له: أحسن الظن حتى لا يقع منك شيء، لأن الإنسان بشر. إذا وقع في نفسه سوء ظن وبنى عليه شيئا فحينئذ سيؤاخذ، كظمه في نفسه وأخذ يدفعه هذا يؤجر حتى على دفعه. وهذه السورة مكية ينقل الإجماع في ذلك، ولكن هنالك من الناس من قال إنها مدنية وهو هي السورة مدنية، وهنالك من قال إنها مكية وهو قول شاذ، وهنالك من يستثني: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لضابط أوردوه في ذلك، وهو أن السورة التي يكون فيها يا أيها الذين آمنوا فإنها مدنية، فإذا كان فيها يا أيها الناس فإنها تكون مكية، وهذا ليس بضابط صحيح. فنعم، يا أيها الذين آمنوا هو في الغالب هذا الخطاب هو خطاب للمجتمع المدني، لأنه كان هنالك مجتمع إيماني. وأما يا أيها الناس فإنها تعم، هي لفظ عام ينادى بها المؤمنون وغير المؤمنين، فلا دليل على استثناء هذه الآية بأنها وردت في هذه السورة ولكنها مكية، بمعنى أنها نزلت قبل الهجرة. فالظاهر والله أعلم أن السورة برمتها مدنية،
وقد جاء فيها يا أيها الذين آمنوا في هذه السورة، جاء فيها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. نعم. طيب، فهذه الخمس آيات، نعم خمس آيات، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين نعم هي خمس آيات كلها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس جاءت مرة واحدة. نعم. ويبدو شيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، شيخ عبد العزيز أسمع صدى لصوتي عندكم. نعم. يبدو بأن السورة المدنية يعني يكون في طابعها يغلب عليها شيء من الآداب كما ذكرتم، تفصيلات أخرى ليس فيها شيء من التقريع أو الوعيد أو النذير مثلا، إنما تأتي بصيغة ألطف من الآيات المكية. نعم، وفيها تفصيل، يعني هذا الأشياء التي تصف بها القرآن المدني، فيها تفصيل في الآداب وفيها والأخلاق وحتى تفاصيل الشريعة، حتى الأحكام، يعني الأحكام ما وردت هناك، والجهاد والمنافقين. صحيح. لم يكن في مكة مجتمع منافق. نعم. حتى أن أحد النصارى قرأ هذه السورة فأعجب بقوله تعالى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، قال هذه يعني تكفي لبناء علاقات من العدل، علاقات من التثبت، علاقات من بناء الثقة بين الناس. نعم نعم، والناس يحتاجونها يعني في كل وقت، لا سيما في هذه الأزمان، في هذه المرحلة الآن التي شاعت فيها أخبار، كل واحد يأتي بخبر كما يشاء. هذا يعني هذه من الآداب التي تحفظ فعلا حقوق الناس وتحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم. نعم. القراءات، نعم هنالك قراءات وردت طبعا في طبعا نحن لا نذكر القراءات التي وردت في الآيات التي سمعناها. نعم. القراءة التي مضى عليها الجمهور لا تقدموا، قدم يقدموا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، هكذا السورة. نعم نعم. طيب. نعم. وقرأ يعقوب وهو أحد العشرة ومعه أناس آخرون، حتى رويت عن أبي هريرة وآخرين، لا تقدموا. طيب. لا تقدموا، يعني غيرهم فرق يا شيخ؟ لا تقدموا، سنأتي في إعرابها، أو لا بأس أن نذكر، أن لا نذكر الإعراب حتى لا يأخذنا الوقت، لكن لا تقدموا تحتمل يعني أن تكون ها هنا متعد من قدم، وقدم قال العلماء هذا الفعل يكون لازما ويكون متعديا، وليس بالظاهر أن يكون لازما لأن قدم، لكن هنالك أشياء سمعت في اللغة العربية أنه يقال فلان قدم، مثل أبانا وبينا، بينا تأتي لازمة وتأتي متعدية، وكذلك قدم، فجعلوا هذا من هذا، ولهذا لا تجد لها مفعولا هنا، وإذا قلنا إنها متعدية وهو الظاهر أنه متعدي، فمعنى لا تقدموا شيئا، فهو يعني متعدي، ولكنه يأتي الفعل أحيانا لتقدر له أنت ما هو المناسب، أو ليكون القصد التعميم، أو ليكون يعني أو نزل منزلة اللازم، يعني هو متعدي ولكن نزل منزلة اللازم. نعم. أظن ذكرنا هذا، ما أدري ذكرنا في الحلقة الماضية لكن لا أتذكر في أي آية. وهذا في أو في مثل فأما من أعطى واتقى، نعم في سورة الليل التي شرحناها، وهذا كقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأما لا تقدموا فأصلها لا تتقدموا، تقدم طبعا هذا لازم، لا تتقدموا، وحذفت إحدى التاءين، كما أيضا مضى معنا في الحلقة الماضية في نارا تلظى. وهنالك من قرأ لا تقدموا أيضا على القراءة التي فهمناها وعرفناها في مثل نارا تلظى، أو لا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان مثلا، يعني إدغام إحدى التاءين في الأخرى. نعم. وهذا معروف ولا فرق حينئذ. لا فرق. نعم. لا فرق،
سيأتي معنا أيضا نظام إحدى التائم في الأخرى في للتعارف، لأن البزي أيضا قرأ للتعارف بالتشديد في وسط السورة. وقرئ لا تقدموا من قدم. طيب. أي نعم، هذه قدم يقدم. طيب. وقرئ لا تقدموا من أقدم. أقدم على الشيء. هذه القراءة الخامسة. يعني عندك لا تقدموا ولا تقدموا ولا تقدموا، هذه ثلاث. نعم. ولا تقدموا. ولا تقدموا هذه الرابعة، ولا تقدموا هذه الخامسة. نعم. وروي عن ابن مسعود إن أنه قرأ لا ترفعوا. ها. ايه. هذه تفسيرية يبدو. ايه طبعا. ابن مسعود كان يتوسع في هذا، كان يتوسع في القراءة التفسيرية كأنه يفسر مكان القراءة. لكن هو الشيخ كان يقرأ، إذا أراد أن يقرأ المصحف أو القرآن يقرأه كيف؟ الظاهر أنه كان يقرأه بحسب ما تلقاه، لكنه حين كان يعلم كان يفسر، كان يقرأ بالقراءة التفسيرية فتنقل على أنها قراءة. طيب. نعم. أنا أردت من سؤالي هذا حتى لا أحد يعني يجتهد ويبدأ في. لا، ليس له ذلك. ليس له ذلك. نعم. ليس له ذلك. طيب. وأيضا هو قرأ في لا ترفعوا أصواتكم. طبعا لا ترفعوا ما تمشي مع لا تجري، يعني مع أصواتكم، لا ترفعوا أصواتكم، فقرأ هو بأصواتكم. لا ترفعوا بأصواتكم. إيه، لا تترفعوا بأصواتكم. لا تترفعوا. إيه، نعم. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. نعم. رضي الله عنه. نعم. وقوله أن تحبط أعمالكم، أيضا قرأ هو فتحبط أعمالكم قراءة تفسيرية، هذا ما جاء في هذه أو هؤلاء الآيات الثلاث. طيب. هل هنالك من غريب الإعراب فيها أو؟ ربما نأتي إليه إن شاء الله في حينما نعرض الآيات. طيب. إن شاء الله. الوقت نعم. يأخذنا شيخ عبد العزيز. نعم نعم. تفضل. يقول المولى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قلنا إنها في هذه الآية أدبا مع الله تعالى ورسوله، فلا يجوز للإنسان أن يقدم شيئا بين يدي الله ورسوله، لا أن يقدم أمرا ولا نهيا ولا قولا ولا فعلا ولا حكما ولا شيئا من الأشياء بين يدي الله ورسوله. وقد اختلف العلماء في سبب نزولها، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. والآية هي مع الآية التي بعدها جاء فيها سبب نزول أو أسباب، ذكر العلماء أسبابا، ولكن من صح هذه الأسباب أنه قدم وفد من بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر عليهم واحدا من أصحابه، فاقترح أبو بكر أن يؤمر عليهم القعقاع ابن معبد، واقترح عمر أن يؤمر عليهم الأقرع ابن حابس، فاختلف حينئذ، هذا أراد رجلا وهذا أراد رجلا، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي يا عمر. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا، والصحابة بشر مهما كان الإنسان، يعني هو ولذلك جاء في السورة: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فارتفعت أصواتهما في ذلك، يعني يجوز لنا أن نقول أصواتهما ولو كان اثنين صوتهما. يجوز الأفصح أن نقول أصواتهما، ويجوز أن نقول صوتهما وصوتاهما. نعم. ارتفع صوتهما وأصواتهما وارتفعت أصواتهما، فنزلت هذه الآية. طبعا حينما يكون الحذف والله تعالى يقدر ما يشاء،
حينما يكون الحدث من أفضل الصحابة هما أبو بكر وعمر، ويتبين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مواربة في ذلك ولا مجاملة في ذلك، سوف يكون بعد ذلك امتثال من دونهما من الصحابة من باب أولى. صحيح. ولهذا كان بعد ذلك كلامهما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه ورد عن عمر في ذلك، كان كالمخافتة أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أيضا أن ثابت بن قيس وكان جهير الصوت، كان أيضا صوته، وكان هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعد أن نزلت هذه الآية أو الآيتان، لا سيما الثانية التي فيها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، مكث في بيته وقال حبط عملي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأخبر بأنه حصل له كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت من أهل الجنة. فهو ممن بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، يقال له ثابت بن قيس بن شماس، وهو من الخزرج. هنيئا له. نعم. وكنيته أبو محمد، وهو كان له ثلاثة من الأبناء، محمد ويحيى وعبد الله، وكل الثلاثة قتلوا يوم الحرة. ثلاثة في الحرة التي كانت بين أهل المدينة ويزيد من جهة، وقتل فيها عدد من الصحابة، وهو قتل في اليمامة. طبعا هذا رفع الصوت الذي نهى عنه القرآن هو رفع الصوت الذي لا يكون لحاجة، أما إذا كان لحاجة أو كان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كان لأمر يعني له سبب، فإن الإنسان لا يؤاخذ على ذلك. وقد كان العباس بن عبد المطلب يجهر بصوته في المعركة حين ينادي، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي وأن يرفع صوته، وكذلك في المعركة حين يكون الناس في المعركة فإنهم يحتاجون في بعض الأحيان إلى رفع الصوت حتى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا رفع الصوت بالذكر بالأذان، أقصد ليس بالذكر مطلقا، والأذان من الذكر، لكن التكبير مثلا أو التكبير في العيد أو الأذان والإقامة ونحو ذلك، فهذه يرفع فيها الصوت فلا تدخل في هذا. يبقى بعد ذلك أيضا، هل هذا الحكم خاص بالزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد موته؟ والظاهر أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يلحق به بعد ذلك لأنه يشبهه أو في حكمه ما كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده مثلا، فلا ترفع الأصوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة. وبعضهم أيضا توسع في ذلك فقال لا يرفع الصوت أيضا عندما يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر معلوم يعني، وهو عام ليس خاصا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن أيضا، حتى بالكلام في العلم، إذا كان هنالك كلام في العلم أو كان هنالك أحد يتكلم، فإنه لا يسوغ الإنسان أن يرفع صوته، بل لا يسوغ له أن يرفع صوته حتى وهو وحده في مكان في وهو لا يحتاج إلى ذلك. نعم. فإن رفع الصوت من غير حاجة دليل على ضعف العقل كما قيل، أو ضعف السمع كما ذكرت في وجه النهار، إما أن يكون دليلا على لأن الذي في سمعه ضعف يرفع صوته أحيانا لأنه هذا لا بأس به يعني، هنا هذا أمر آخر. إيه نعم. لكن ما دون ذلك أما كان إذا كان لضعف العقل، فإذا كان يرفع صوته لا لضعف في سمعه ولا لحاجة في ذلك، ويرفع صوتك أن يكلمك يخاطبك، دعك من إنسان يرفع صوته في
في بيته لأنه ينشد أو يبتهل أو نحو ذلك، هذا أمر آخر، لكن يكلم إنسانا ويرفع صوته من غير حاجة هذا ضعف في يقدح في عقله هنا شيخ يقدح. ولذلك قال إن الذين ينادونك، ينادونك نداء هو رفع الصوت، ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، كما سيأتي إن شاء الله في الآية. من الصور أيضا التي فيها تقديم بين يدي الله ورسوله، وكان من فقه عائشة رضي الله عنها أنها جعلت هذه الآية كما روي عنها جعلتها عامة في كل شيء، فمن قدم مثلا الصلاة في غير وقتها فقد قدم بين يدي الله ورسوله، وكذلك من قدم الصوم، فلو صام الإنسان وقال على سبيل الاحتياط أنا أصوم رمضان في يوم الشك مثلا أو في قبل رمضان بيوم حتى أطمئن وأتأكد بأنني صمت في رمضان، فهذا من التقديم بين يدي الله ورسوله. وكذلك أيضا من ذبح قبل الصلاة في يوم النحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأخبر أن من فعل ذلك فإنما هو لحم قدمه إلى أهله وليست أضحية، وليست أضحية، إن الأضحية بعد الصلاة كما قال الله فصل لربك وانحر. سبحان الله. نعم، فكل شيء يكون في وقته، وكذلك حتى في التأخير لا تقدموا ولا تؤخروا أيضا. صحيح. حتى في تأخير الزكاة أيضا، من أخر الزكاة وزكى بعد الصلاة فإنه أيضا يكون قد أخطأ أيضا وأخر الشيء عن موعده، يعني عدم التقديم يقتضي أيضا عدم التأخير. نعم نعم، على هذا المعنى الواسع. صحيح. وهنالك أقوال في المسألة، والله أعلم. الآية عامة هي أن يقدم الإنسان بين يدي الله ورسوله أي أمر من الأمور، سواء كان متعلقا بالأمر والنهي أو كان بحكم من الأحكام أو القضاء أو أي شيء من الأشياء، فإن الآية تشمل ذلك. هذا معنى قوله لا تقدم بين يدي الله ورسوله. بعد ذلك واتقوا الله إن الله سميع عليم. هكذا ختمت الآية بما يدل على أن المولى سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فإنكم إن قلتم شيئا فإن الله سيسمعه، وإن فعلتم شيئا فإن الله سيعلمه، فالله سميع عليم، يعني سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية الثانية بعد ذلك، يقول الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا حينما نستحضر سبب النزول الذي ذكرناه قبل قليل في شأن الشيخين الجليلين الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر يتبين لنا أيضا المعنى أكثر. كذلك أيضا من الأشياء المعنوية التي تعد من رفع الصوت فوق صوت النبي أن يرفع الإنسان أمرا من أمور البشر أو من أوامر البشر ليست فوق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يقدم قول فلان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقدم القياس على النص. ولهذا استدل بالآية ابن حزم وآخرون على بطلان القياس بهذه الآية بقوله لا تقدم بين يدي الله ورسوله. وأيضا يمكن أن تكون هذه الآية حينما يكون هنالك شيء يتعارض مع النص، مع النص النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ثم يقول المخالف قولا آخر وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خلاف ذلك. أما إذا كان الإنسان يقيس ويجتهد لأنه لم يجد نصا في المسألة فهذا أمر آخر، هذا طبعت عليه العقول، الإنسان يجتهد في
هذا ويقيس بطبعه، لكن حينما يكون هنالك نص فلا قياس مع النص، ويبقى بعد ذلك القياس الذي قاسه وتوصل إليه هو من باب الظن، وليس بلازم، ليس بقطعي، أنه هو مجرد اجتهاد، إلا إذا كانت العلة منصوصة، يعني قاس شيئا على شيء لعلة منصوصة واضحة، فهذا أمر واضح، يعتبر كأنه نص، أو هو قياس جلي، يسمونه القياس الجلي. طيب. نعم، هذا معنى قوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كذلك النهو أيضا أن يجهروا له بالقول حينما يخاطبونه فلا يرفعون أصواتهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا لا يخاطبونه كما يخاطبون غيره من الناس، بل يعني يقولون له يا نبي الله ويا رسول الله أو يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. فالله سبحانه وتعالى وهو ربنا ورب كل شيء خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، حتى لم يقل له يا محمد في القرآن الكريم ولا يا أحمد، ولكن قال له يا أيها النبي ويا أيها الرسول، وخاطب سائر الأنبياء والرسل بقوله يا نوح يا إبراهيم يا موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شأن خاص، فلا يجوز لم يجز لهم أن يخاطبوه باسمه، ولهذا قال الله تعالى وشرحنا ذلك وذكرنا وجوها في ذلك في قوله سبحانه في آخر سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكان العرب فيهم جفاء، لا سيما العرب معروفون بالجفاء، فكان رفع الصوت من شأنهم، وأيضا الخطاب ويا محمد، وربما جاء عربي فأخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وبمجامع ثوبه هكذا، فأدبهم الله تعالى بهذه الآداب. فحتى لا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان حليما وكان رحيما. صحيح. بهم، فكان يستحي، وربما لو خاطبه أحد ورفع صوته أو خاطبه أيضا باسمه أو قال شيئا ينحدر عن الذوق والأدب، ربما لا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لحلمه وحكمته. ولهذا يقولون إن عربيا وفد على أناس فقال لهم: السلام عليكم يا من حسنت أخلاقكم. قال: وكيف علمت أننا قد حسنت أخلاقنا؟ قال: من سوء أخلاق عبيدكم. يعني عرف ذلك حينما رأى أن عبيدهم يتمردون عليهم، أخلاق عبيدهم سيئة، لأنه لا يصلون إلى هذا الحد إلا لحلم في أسيادهم. هذا يعني هذا الحلم أحيانا يفسد الآخر. إيه يعني هم كانوا حلماء ومعهم، فيعني أرخوا لهم العنان في ذلك. نعم. فالعنان في ذلك فصار حصل منهم مثل هذا. لكن الله سبحانه وتعالى وضع حدا في من، لكنه نعم، وحتى في مسألة الجلوس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام، لا قال لهم: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، فيستحي، والله لا يستحي من الحق. يعني كان بالإمكان أن يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا جماعة أنا أستحي منكم، فلا تطيلوا الجلوس، أو يقول لبعضهم، لواحد منهم ممن لا يكون بينه وبينه حرج كأبي بكر أو غيره، ويقول له قل لهم، ولكنه بقي النبي صلى الله عليه وسلم على حيائه لأنه كان على خلق عظيم، فلم يقل لهم ذلك، وتدخلت السماء بعد ذلك، أو قال الله تعالى هذا الكلام. سبحان الله. يعني كيف الشيخ، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب الجم، بهذا الحلم وهذا الصبر، لا يطاع في بدء الرسالة، في بدء البعثة النبوية،
كيف لا يطيعه أهل مكة وهو على هذا الأدب وهذا وهو هذه الحشمة وهذا الصدق وهذه الأمانة. فاللهم صل على محمد. نعم، ولهذا على الناس أن يعنوا بمسألة الأخلاق، لأن الأخلاق هي التي تكشف عن صحة المنهج الذي يسلكه الإنسان. والناس لا يعرفون صحة ديننا وأيضا مكانته إلا بأخلاقنا أو من خلال من يمثل هذا الدين أو حتى مذهب من المذاهب. هنالك بعض الناس فتنوا ببعض المذاهب وهي فاسدة، ولكنهم كان أهلها في يمثلون هذا المنهج بأخلاق وتعامل حسن، وبعضهم يكون ليس هذا من أخلاقه ولكنه يفتعل هذا لأنه يعلم أن هذا له أثر في قلوب الناس وفي فتنتهم فيفعل هذا. وقد وصل أناس إلى مرادهم بسبب هذا وهم على ضلال. ونحن لو تمسكنا بأخلاقنا وبهذه الأخلاق الإسلامية التي ربانا عليها الإسلام لكنا يعني أظهرنا محاسن الإسلام ولم نكن فتنة للذين كفروا. لأننا حين نعم حينما تسوء أخلاقنا وينظر الناس إلى أحوالنا يقولون يعني هذا الدين الذي يمثل، هذه هي صورة هذا الدين يعني. ولهذا انظر الآن إلى حال المسلمين، يعني الناس في راحة وهم يقتتلون في هنا وهناك وهناك بسبب هذه الفتن، نسأل الله السلامة. نعم حسنا. إذن هذا معنى قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا كقولك جهر بعضكم لبعض هذا يدل على أنه أيضا يدخل في ذلك النداء، لأن حينما أيضا ننادي كما قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فيه لفتة، وهي أن الإنسان قد يتساهل أحيانا في الأشياء فيتدرج في سوء الأدب مثلا أو في فعل معصية ما، يتدرج قليلا 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 إلى أن يقع في أكبر الأشياء وهو لا يشعر فيهلك بعد ذلك. ولهذا قال وأنتم لا تشعرون، لأنه حينما تدرج في تلك الأفعال وتدرج انحداري حينما تدرج في ذلك يعني وصل بعد ذلك إلى اللامبالاة أو اللاشعور، فلا يشعر بذلك. وليس طبعا في الآية أن من رفع صوته فقد حبط عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس، ولا يعتبر كافرا. لكن إن حصل معه أو صاحبه اعتقاد حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه اعتقاد استخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالله ورسوله أو بشرع الله، فهذا أمر آخر بعد ذلك يصل إلى الكفر. أما إذا كان حصل منه ذلك فهو معصية بلا شك، لأنه وقع فيما خالف ما نهى الله ما أمر الله تعالى به ووقع فيما نهي عنه، ولا يزال وإن كان عاصيا لا يزال مؤمنا. وهذا فيه دليل على أن الإنسان حتى لو وقع في معصية فإن الإيمان لا ينزع منه، كما جاء في الآيات التي بعد ذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وسماهم مؤمنين، هذه مؤمنة وهذه مؤمنة، ولكن حصل بينهم الاقتتال، والقتال نوع من المعصية، بل يعتبر في بعض الأحيان يعتبر كفرا عمليا، كما قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا في بعض الأحوال حينما لا يكون الإنسان متأولا. أما إذا كان متأولا فهذا أمر آخر. هنا الدليل على أنهم مؤمنون حتى لو وقعوا في ذلك، ولكنهم في مزلق خطير وفعلوا معصية من المعاصي الكبيرة، أيضا أنه ناداهم بالإيمان ووصفهم
كيف نقول يعني هنا؟ لأن هنالك من قال إنهم إن من وقع في ذلك فقد كفر، والله ناداهم وهم قد فعلوا ذلك، ناداهم وسماهم مؤمنين، فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طيب نود الحقيقة شيخنا أن نقف هنا لورود جملة من الاتصالات إذا أذنتم. ما دام أنها جملة. أي نعم. ولكن قبل أن نأخذ الاتصالات أريد أن نختم وإياك في قوله تعالى أن تحبط أعمالكم، كيف تعرب هذه الآية؟ هذه إما أن تكون في محل جر لئلا تحبط ولئلا تحبط، أو في أن تكون مفعولا به، لأن المراد كراهة أن تحبط أعمالكم. مفعول به ولا لأجل يا شيخ؟ مفعول لأجل. نعم. أنا ماذا قلت؟ لأجل. به قلت. لا لأجل. طيب. لأجل كراهة. خير. طيب أخونا عبد العزيز الشريف من الرياض، حياك الله أخي عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ عبد العزيز، كيف حالك؟ بخير حياكم الله. شكر الله وسعد جزاك الله عنا كل خير. حياكم الله محمد القرني. اهلا اهلا وسهلا، حياك الله يا عبد العزيز. شكر الله لكم جميعا على ما تقدمون. شكر الله لكم طيبة تواصلكم معنا، تفضل. الله يجزاكم فضيلة الشيخ. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، هناك من الفئات الضالة من يستدل بهذه الآية ويدعي كفران ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، فكيف نرد عليهم؟ الامر الثاني بارك الله فيك، هل هناك ترابط بين صورة النور وصورة الحجرات؟ كأن نقول أن صورة النور تتكلم عن الآداب العامة وصورة الحجرات تتكلم عن آداب خاصة مع الله ومع رسوله ومع الصحابة ومع غيرهم. ملاحظة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أم سارة، حياك الله يا أم سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة. الأول في سورة الكهف وردت لم تستطع تستطع، في واحدة فيها تاء والثانية ما فيها تاء. طيب. هذا السؤال الثاني، صاحبه وصاحبه، في إحداهما رسمت بألف والثانية لم ترسم بألف. طيب. كيف؟ السؤال الثالث، ما الفرق بين الذنب والمعصية؟ الذنب والمعصية والخطيئة. الذنب والمعصية والسيئة. والسيئة. طيب خير إن شاء الله. طيب الثالث من؟ عبد العزيز الشلبي. طيب ها يا سر نجيب أم ماذا؟ عبد العزيز الشلبي معي على الخط. أخي عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. حياك الله، أهلا وسهلا بك. دكتور عبد العزيز، دائما كلمة الليل وردت في القرآن مكتوبة بلام واحدة، ما السبب؟ طيب طيب خير إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك يا عبد العزيز. أخونا عبد العزيز الشريف، لعلكم يعني أشرتم شيخ عبد العزيز فيما يتعلق بالصحابيين الجليلين أبو بكر وعمر في أسباب نزول الآية أن تحبط أعمالكم، تريد أن تأتي إليها ما في وقت الحقيقة. نعم. ويسأل كذلك عن الرابط ما بين هذه السورة، سورة الحجرات وسورة نعم وسورة النور. نعم. طبعا من أراد أن يفتري الكذب يستطيع أن يقول أي شيء، يعني الآية ليس فيها كما ذكرنا ليس فيها أي دليل على كفر من عمل ذلك حتى بعد نزول الآية، فكيف والآية لم تنزل؟ فإن الذي حصل منهما رضي الله عنهما كان قبل نزول هذه الآية، ولهذا بعد ذلك كان كلامهما مخافة، كان خطابهما للنبي صلى الله عليه وسلم كان بصوت خفيض. فأين وجه الدلالة على الكفر؟ ليس في ذلك دلالة على هذا، إنما الدلالة في هذا على إنسان تمادى في ذلك وتمادى أو استخف بهذا الفعل إلى أن حبط عمله. نعم.
نعم. وأما العلاقة بين سورة النور وسورة الحجرات فنعم، تلك هي في آداب وهذه في آداب، هذه في آداب تتعلق يعني بالخطاب، وأيضا في الآداب الاجتماعية، أيضا فيما يتعلق بأمور القلوب في سوء الظن، وأيضا آداب اللسان في السخرية واللمز ونحو ذلك. أما الآداب العامة التي في سورة النور فإنها في العرض، هذا من جهة، وما يحميه بعد ذلك من ما يتعلق بالبيوت والاستئذان والدخول والخروج وكذلك العورات. والقرآن آدابه وأحكامه لا تؤخذ من سورة واحدة ولا من آية واحدة ولا من آيات أو من سور دون سور، ولكن نضم هذه السورة إلى هذه السورة فتكتمل عندنا الصورة كاملة. نعم. هذا مع هذا إن شاء الله. أنسارة تسأل تقول في سورة الكهف ذكر الخضر ولنبي الله موسى تسطع وتستطع، ما الفرق؟ تسطع. نعم، هو حينما قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، في البداية ذكر ذلك بالتاء، حينما بين له بعد ذلك قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. التاء طبعا هنا تعتبر في زائدة في المبنى، يعني تعتبر زائدة في المبنى، يعني هذا اللفظ الآن هو لفظ في حرف زائد، لا أقصد الزيادة التي يستغنى عنها، ولكن هذا الفعل حروفه أكثر من الفعل الآخر، هذا قبل أن يبين له، لكن بعد أن خف عليه الأمر وذهب الثقل عدم البيان وظهور هذه الأشياء ما احتاج إلى هذه التاء، فقال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، انتهى الموضوع. فاستعمل الثقيل قبل أن يفهم موسى عليه السلام الأغراض من تلك الأفعال، ثم لما بين له قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا من غير تاء، وهذا يبينه أكثر. أيضا الفعلان اللذان أتيا بعد ذلك في قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فاستعمل استطاع هذا من غير تاء في مسألة أن يظهروه أن يعلو عليه، والظهور ممكن، لكن أن ينقبوه أو أن يحدثوا فيه يحتاج إلى تكلف أكثر، هذا يحتاج إلى تكلف أكثر، فجاء بالفعل الذي فيه أيضا ما يدل على شيء من المشقة في لفظه، فقال استطاعوا، فاستعمل هذا مع هذا واستعمل هذا مع هذا. تقول وكان له ثمر فقال لصاحبه، وفي الآية الأخرى قال له صاحبه، تقول في رسم المصحف صاحبه في الأولى بدون ألف وإنما بحركة مد على الصاد، والثانية بألف كتبت. لما تثبت من هذا أحتاج إلى أن أتثبت أولا ثم أنظر إن شاء الله وأجيب عنه إن شاء الله. طيب، وقد يكون مجرد اختلاف في الرسم فقط، هو أمامي كما قالت الشيخ، ليس يعني فيما يظهر، ليس هنالك علة فيما طيب يظهر في الرسم العثماني، تختلف أحيانا الألفاظ، قد يكون لأنه هو في الأول كان بألف، الأول بحركة مد على الصاد، وفي الثانية بألف على الصاد. إيه نعم. نعم. طيب، تقول ما الفرق بين الذنب والمعصية والسيئة؟ السيئة هي نتيجة للذنب والمعصية. طيب، هي الحكم كما نقول أيضا في الحسنة هي نتيجة لفعل الطاعة، يعني هي الجزاء، وأما الذنب فهو نفس الفعل وكذلك المعصية. الذنب ظاهر أنه عام، المعصية تكون عن طريق العمد، يعني فلان عصى ذا يعني متعمدا أو شبه، يعني شبه متعمد، يعني إذا كان هنالك إذا كان فعل الشيء وهو يعلم حتى لو حصل منه ذلك عن خطأ، لكنه كان يعلم في الأصل، يعني بوين أما الذنب فهو قد يكون وقع فيه، فقد يكون وقع فيه لهذا أو لهذا. نعم. يعني لهذا أو لغيره. أما العصيان فإنه فيما يظهر الله أعلم أنه يكون بعد
بعد معرفة للحكم. ولهذا قال الله عن آدم مع أنه أخطأ وأخبر أنه نسي، قال وعصى آدم، ذكر أنه عصى، لكن كان قد بين له الأمر. أخونا عبد العزيز الشربي في آخر متصل يقول في قوله تعالى والليل إذا يخشى، لماذا رسم الليل بلام واحدة؟ هذا الرسم العثماني يرسمها هكذا بلام واحدة. ليس في ذلك شيء. خير إن شاء الله. وصلنا الشيخ عبد العزيز إلى نهاية هذه الحلقة، الكلمة الأخيرة لكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم آمين. شكر الله لكم، شكر الله لكم السادة الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة، وأستاذ علمي القراءات والتفسير بجامعة أم القرى وخطيب جامع الزايدي. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا يتجدد وإياكم إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلكم الوقت، هذه أطيب تحية مني محمد القرني وأخي ياسر الثقفي من الإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان يأتيكم مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا، ويعاد الأحد عند الحادية عشرة صباحا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.